رولا بحسون معنا. رولا ماذا لديك؟ أين أنت متواجدة الآن؟ ماذا يمكن أن تصفي لنا حيث أنت؟ نعم سامي، أنا متواجدة الآن في منطقة الأوزاعي التي استهدفت لأول مرة، فهي كما ذكرنا هي منطقة عشوائية بامتياز. هناك عدد من الضحايا الآن، وهناك أيضا الغارة استهدفت، أود الإشارة إلى أنه هي استهدفت أيضا حي المقداد المكتظ بالسكان، ما أسفر أيضا عن العديد من الإصابات، وهناك رجال الإنقاذ متواجدون، طبعا الإسعافات يعملون على الآن رفع الأنقاض بحثا عن ناجين، هناك مفقودين أيضا، هناك عدد كبير يتوقع من أن يرتفع أيضا، لا أعداد محددة يعني، ولكن يتوقع أن يكون العدد كبير نظرا لأنه هذه المنطقة سامي هي واحدة من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية التي لا يزال يتواجد فيها السكان، وهي منطقة عشوائية بامتياز والسكان فيها من الطبقة الفقيرة، يعني حتى يعني الناس المتواجدون هنا في هذه المنطقة هم نازحون أيضا من الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية منذ أيضا السبعينات، وهي مهمشة ومكتظة وتعاني من حرمان مزمن. لا صحة لما يقال بأن هناك استهداف لشخصية معينة أو لهدف معين، إنما هذا المبنى أيضا الذي استهدف وهو في حي المقداد المكتظ بالسكان هو فقط لسكان هذه المنطقة التي هي عشوائية. هناك حالة من الهلع، يعني سكان المنطقة يحاولون الخروج إلى خارج نطاق هذه المنطقة، منطقة الجناح والأوزاع والتي هي على أمتار قليلة بين الجناح ومستشفى الحريري، وأيضا هذه المنطقة منطقة الجناح استهدفت سابقا، ولكن منطقة الأوزاع هي للمرة الأولى تستهدف وهذه سابقة اليوم. هناك تخوف لهؤلاء السكان هذه المنطقة، إلى أين سيتوجهون اليوم؟ لا يوجد عدد كافي لهذا السكان لأنه هي بالفعل مكتظة، وهم لا يدركون بأن هذه المنطقة ستكون من ضمن استهدافات ولائحة الجيش الإسرائيلي لهذه الاستهدافات. الآن نحن بالفعل بحالة ترقب حذر، نحن متواجدون الآن في هذا الشارع، شارع الأوزاعي، لا ندرك لا نعلم إذا كان هناك المزيد من الاستهدافات لهذا الشارع. كل شيء متوقع من الجيش الإسرائيلي لأنه حتى هو يوسع دائرة الاستهدافات، لأنه اللائحة التي قام والتحذيرات التي قام بها توزيع منطقة الأوزاعي لم تكن متواجدة من ضمن هذه المناطق، يعني كان متواجد الحديث كان هو عن منطقة حار تحريك وسلسلة من الغارات على هذه المنطقة بحجة أنه مستشفى الساحل تحتوي على أموال وكل شيء يتبع لحزب الله، ولكن طبعا هناك نفي، وهناك نفي من أصحاب المستشفى، ولكن نحن على ترقب حذر. يمكن أن نتوقع أنه أن يزداد أو تتوسع هذه الرقعة خاصة في المناطق التي تعتبر آمنة وهي عشوائية، وهي بالنسبة لمواطنيها هي آمنة. اليوم تغيرت المعادلة على الأرض سامي، كل شيء بات متوقعا. الآن صحيح هناك أيضا رولا، كل شيء بات متوقعا. الحرب جديدة نعم. الآن تفضل. نعم يعني الآن تصلنا معلومات، هناك إصابات جديدة سجلت الآن لدى هيئة الإسعافات، وأيضا هناك سامي تخوف ل يعني هيئة الإنقاذ تماما، لأنه أنت تعلم أن هناك استهدافات أيضا للهيئة الصحية وهيئة الإسعافات وأيضا الجرافات وكل من يأتي لإنقاذ هؤلاء، خاصة عندما يقال بأن هناك استهداف لشخصية معينة تستهدف هذه الفرق أيضا. عدد الإصابات الآن يرتفع، لا عدد محدد حتى هذه اللحظات، يعني هناك إخلاء تام، يحاولون إخلاء هذه المنطقة الآن من السكان، يطلب الآن من السكان الخروج من المنطقة، هناك أطفال، هناك عجاز، هناك من لا يحمل أمتعته خرج كما هو في بيته، يعني كل شيء بات الآن متوقع سامي. ونحن الآن نسمع صوت غارة جديدة، لا ندرك هوية أو مكان هذه الغارة، نسمعها الآن. نحن سنحاول أن نقف على مقربة أو مطلة لهذه الغارات الآن بعد إنهاء هذا الاتصال معكم، لرصد على مقربة لهذه الغارات. سنحاول بالفعل مع الزميل حسام لرصد هذه الغارات.
طيب رولا، على كل حال خذي وقتك قليلا لكي تجمع المزيد من المعلومات، وسأعود معك، سنفتح الشاشة مجددا معك مرارا الليلة لكي نتابع كل هذه الغارات التي تتعرض لها الضاحية الجنوبية ومنطقة الأوزاعي ومنطقة الجناح وصولا إلى البقاع اللبناني. ننتقل الآن إلى فانيسا سمعان. فانيسا، أين أنت وماذا يوجد حولك؟ ماذا تشاهدين من حيث أنت؟ نعم دكتور سامي، نحن الآن على مشارف الضاحية، ووقعت هلأ منذ حوالي 5 دقائق أو أقل غارة استهدفت منطقة السانتراز، ويعني سحب الدخان لا تزال حتى الآن تسيطر على سماء العاصمة بيروت، وهي وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت الآن السانتراز وقبل حار تحريك ومنطقة الأوزاعي ومحيط مستشفى رفيق الحريري في الجناح، ويعني يحكى عن عدد إصابات مرتفع خصوصا في منطقة الجناح، وهرعت فرق الإسعاف لنقل المصابين لأن يعني هذه المنطقة مكتظة بالسكان. وأتت يعني هذه الغارات بعد أن أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سلسلة انذارات لإخلاء المباني المتواجدة، لكن بعد يعني 10 دقائق من الغارة الآن مباشرة على الهواء دكتور سامي تشاهدون الآن الدخان يتصاعد. صحيح صحيح.